وبتكون المجموعة جوه عربية من عربيات الجنود، وباتريك سايق بسرعة جنونية والجنود وراهم مباشرة، بس باتريك بيقدر يهرب منهم ويوصل مع المجموعة لحدود البلد، وبيكونوا فاكرين إنهم كده خلاص بقوا في أمان، لكنهم مش عارفين إن مجموعة من الجنود مستنينهم وفوراً بيقبضوا عليهم. في الأثناء دي بيوصل فريدريك والد سيمون وراسموس مع واحدة من الضباط واللي بيكون اسمها كيرا، وبتحاول كيرا تمنعه يقرب من أي حد فيهم علشان في تعليمات بمنعه إنه يتكلم مع أي حد وإلا هتقتله، بس فريدريك مش بيرد عليها ويقرب ناحية بنته سيمون اللي بتكون متعصبة منه جداً، وبتتهمه إنه السبب في فيروس المطر ده، وإنه كمان حاول يقتل ابنه راسموس، لكن فريدريك بيحاول يهديها ويديها ورقة فيها إحداثيات المكان اللي هتقدر تلاقي بيه مين يساعدهم، وكمان ممكن تقدر تنقذ راسموس من الفيروس ده، وبيقول لها لو ما قدرتش تلاقي علاج لراسموس يبقى تقتله فوراً لأن خطره هيزيد أكتر ومحدش هيقدر يسيطر عليه. وطول الوقت كانت الضابط كيرا بتدي فريدريك تحذيرات وبتطلب منه يرجع، لكنه مش بيرد عليها فبتضربه بالنار ويموت. ولما راسموس يشوف كده بيتعصب جدا ويبدأ لون جلده يتغير، وبيطلع منه زي الدخان الأسود المليان بالفيروس. الفيروس ده واللي لما بيلمس أي حد حواليه بيتصب بالفيروس وبيموت فورا، وده اللي حصل مع الجندي اللي كان ماسك راسموس. فبيستغل مارتن وباتريك الفرصة وبيهجموا على الجنود وبياخدوا منهم أسلحتهم ويفرغوا إطارات عربية من عربيات الجنود علشان ما يقدروش يلحقوهم. وبعدها يصوب مارتن مسدس ناحية الضباط ويقول لأصحابه يركبوا العربية التانية فورا، وبيركبوا بسرعة، وتحاول الضابط كيرا توقفهم بأنها تضرب عليهم النار، لكنهم بيكونوا قدروا يبعدوا عن المكان. وبعدها يدخلوا بالعربية في طريق الغابة ويقول لهم مارتن يكملوا ماشي. وبعد ما بينزلوا بتكون خطة مارتن إنه يعمل تمويه للجنود اللي لسه بيلحقوهم، ويكمل هو بالعربية وينط منها بعد كده ويسيبها تكمل، والجنود مفتكرين إن المجموعة لسه جوه العربية، وبالفعل يكملوا وراها، بينما الحقيقة إن المجموعة نزلوا كلهم وكملوا جوه الغابات. وشوية بيوصل مارتن للمجموعة ويجتمعوا من تاني ويكملوا طريقهم ويوصلوا المعسكر مهجور، ويبدأوا يدوروا على أي حاجة تساعدهم في رحلتهم. وبتقول سيمون لراسموس إنهم لازم يفضلوا مع بعض، وبتهديه وتطمنه وتقول له إن هي كمان مصدومة بموت أبوهم وكل اللي حصل معاهم ده، بس راسموس بيقول لها إنه مش عايز يكون سبب في أذية أي حد من المجموعة وإنه خلاص عايز يموت. ولما سيمون بتسمعه بيقول كده بتقول له أنت لازم تبقى قوي، ما ينفعش تبقى مستسلم كده، وبتأكد له إنهم قريب هيلاقوا علاج لي وإنه هيخف، والعلاج ده أكيد هيخلص العالم كله من الفيروس المهلك ده. بعدها بتقرر المجموعة يروحوا مدينة راسكولت حسب الإحداثيات اللي اداها فريدريك لسيمون. ولما بيوصلوا للمدينة بيلاحظ جين حاجة غريبة وبينادي على باقي المجموعة، وبيلاقوا شجرة كبيرة مصابة بالفيروس والزرع اللي حواليها برضه. ولما بيبعدوا عنها راسموس بيفضل يقرب من الزرع وكأن في حاجة بتجذبه، بس سيمون بتنادي عليه وبيمشوا فورا، وبيلاقوا اتنين من العلماء هم في وأندرس كانوا بيحاولوا ياخدوا عينات من الزرع المصاب علشان ما ينتشرش أكتر. فبيقرب منهم مارتن ويسألهم لو عايزين مساعدة، بس في بترفض وبتطلب منهم يبعدوا عن المكان فورا لأن العدوى بتنتشر في كل مكان بشكل أسرع. وهنا بيبدأ أندروس يولع في الزرع المصاب، وفجأة بيبدأ راسموس يصرخ من الوجع ويقع على الأرض ويزعق عليهم ويقول لهم يطفوا النار. بعدها بتتكلم فيو أندروس مع المجموعة، وسيمون بتعرفهم عن أبوها وحقيقة وضع راسموس وإنهم أكيد المقصودين لما باباها اداها إحداثيات مكانهم وقال لها إنهم هيقدروا يساعدوهم. وهنا بتاخد فيو أندروس المجموعة للمقر بتاعهم، وقبل ما يدخلوا جوه بيتم فحصهم، وأثناء الفحص بيلاقي جايكوب وده عالم تاني معاهم إن راسموس مصاب بالفيروس، وبيطلب من في إنها تجيبوا المختبر وباقي المجموعة يروحوا يرتاحوا. وطبعا سيمون بتروح مع راسموس المختبر، وبيكون راسموس قاعد وجايكوب بياخد منه عينة من الدم. في الوقت ده بيكون مارتن مع أندروس بيتمشوا في المقر، وأندروس بيقول له إنهم اكتشفوا إن أبولون بيقتلوا الناس بالفيروس ده، وعشان كده سابوهم مستخبوا في القاعدة دي اللي معزولة بالرادار عن مجال رصد أبولون ليهم، وبكده هم في أمان هنا. في الأثناء دي جايكوب بيكون بيفحص عينات راسموس وبيقول لسيمون إن في أمل في العلاج، وبيفرح راسموس وسيمون بكلامه جدا. ولما بيكون جايكوب وفي لوحدهم جايكوب بيقول لها إن راسموس هيحتاج لعملية صعبة ولازم ياخد منه خزعة من نخاعه الشوكي علشان يقدر يلاقي علاج الفيروس ده ويقدروا بكده ينقذ العالم بيه، ولإن العملية خطيرة وأثرها مهلك على راسموس بترفض فيه، بس جايكوب بيقول لها إن مفيش أي حل تاني. وبيتجهز جايكوب عشان يعمل العملية لراسموس ويبلغ سيمون بتفاصيل العملية، وبمجرد ما بيبدأ بالعملية بيتألم راسموس جدا، وبتحصل له نفس الحالة اللي حصلت مع الجنود لما مسكوه، لما بدأ يتغير لون جلده وتظهر عليه علامات مرعبة. ف
فبيبدأ يصرخ ويقول لجايكوب يوقف اللي بيعمله، بس جايكوب بيكمل بسحب العينة وبيتفاجئ لما يلاقي جسم راسموس مفهوش أي دم وإنه مليان بفيروس صافي. وهنا بتيجي الراسموس تشنجات قوية ويبدأ الفيروس الأسود ينتشر في المكان كله، وكل اللي موجودين في المختبر بيتصابوا ويموتوا. في نفس الوقت اللي بتكون سارة أخت جايكوب موجودة وبتشوف كل اللي بيحصل ده، ومن صدمتها ورعبها من اللي حصل لأخوها وإزاي اتقتل قدام عينيها بتجري على أوضتها وهي بتعيط ومش مصدقة اللي حصل. وهنا بتسمع سيمون صوت الإنذار وبتجري تشوف إيه اللي بيحصل، وبتتفاجئ لما بتلاقي كل اللي موجودين ميتين على الأرض وراسموس مغمى عليه على سرير العمليات، وبتفضل تنادي عليه لكنه مش بيتحرك بس لحظات ويبدأ يفوق، وبيكون خايف جدا من منظر الناس وهم ميتين على الأرض حواليه، ويعيط ويلوم نفسه إن كل الناس دي ماتت بسببه. بس سيمون بتهديه وتطمنه وتقول له إنه ملوش ذنب في كل اللي حصل. بعدها بيطلعوا كلهم يدفنوا الناس اللي ماتوا، وفي الحزن مالي قلبها على جايكوب وكل أصدقائها في العمل. وتجي سيمون وتكلم في علشان يلاقوا طريقة تانية ينقذوا بيها الوضع كله، وبتقول لها في إنها مش هتقدر تعمل دراسة عن الفيروس لوحدها بعد ما مات جايكوب. فبتقول لها سيمون هل هتقدر تعمل دراسة عن الفيروس ده لو جابت لها المعلومات الضرورية من على لابتوب أبوها، وبتأكد لها في بإنها أكيد هتقدر لأنها هتلاقي كل الدراسة اللي اتعملت عن الفيروس ده موجودة بتفاصيلها بيه، وبتقول لها إن لابتوب أبوها هو أملهم الوحيد علشان يقدروا يلاقوا العلاج. فبتقرر سيمون ومارتن يروح يجيبوا اللابتوب، وقبل ما يمشي بيوصي مارتن باتريك إنه ياخد باله من كل اللي موجودين في المكان لغاية ما يرجعوا. بعدها بنشوف سارة أخت جايكوب وهي بتقرب من قبره، وبنرجع بالذاكرة معاها لما كانت في المستشفى مع باباها ومامتها، وكان الدكتور بيقول لهم إن مرضها مزمن لأن جهاز مناعتها ضعيف جداً، وإنها محتاجة رعاية خاصة بإنها لازم تعيش في بيئة معقمة تماماً. ولما بترجع البيت بيقول لها جايكوب أخوها إنه هيفضل جنبها العمر كله وهيهتم بيها ومش هيسيبها أبداً. وبنرجع للوقت الحالي في المختبر، وبتكون سارة واقفة قدام أوضة راسموس وبتتهمه إنه قتل أخوها وزميله، فبيرتبك راسموس ومش بيعرف يرد عليها. في الأثناء دي بيكون مارتن وسيمون في طريقهم لبيت أهل سيمون اللي عاشت فيه قبل ما يهربوا من المنطقة كلها بسبب فيروس المطر، وأثناء ما هم في طريقهم بتهددهم واحدة بالبندقية، بس مارتن بيأكد لها إنهم مش مسلحين ومش عايزين يأذوا حد. وهنا بيجي زوجها ويعتذر لهم ويقول لهم إنها بتهزر معاهم بس، وبيعزموهم بعد كده على بيتهم. وبنرجع للمقر مع باتريك اللي بيكون هو المسؤول دلوقتي عن حماية كل الموجودين زي ما قال له مارتن، وبيكون محتاج لسلاح يحمي نفسه واللي معاه بيه بدل قطعة الحديد اللي مش لاقي غيرها. فبينزل الدور اللي تحته بيكتشف أوضة سرية مرسوم على بابها علامة خطر، لكنه بيدخلها وبيلاقي فيها صندوق سلاح سري من نوع أول مرة يشوفه، وبيكون السلاح ده شبه البندقية، وبينادي على في علشان تشوف ايه السلاح ده، ولما بيدوس على زرار في بيطلع منه صعقة قوية بتطفي للحظات كل النور في المكان. فبيستغربوا من اللي حصل ده، وبيكون باتريك مبسوط لانه على الاقل لقى حاجة ممكن يدفعوا بيها عن نفسهم. في الأثناء دي بيكون مارتن وسيمون قاعدين مع الست وزوجها وبيرحبوا بيهم وبيأكلوا مع بعض ويهزروا ويضحكوا، وفي مجرى الكلام بتقول لهم الست إن الجنود جم عندهم أكتر من مرة علشان كانوا بيدوروا على ولد بيقولوا إنه هيقدر ينقذ العالم ويساعدهم يلاقوا علاج للفيروس ده. فبتخاف سيمون ومارتن من كلامها لكنهم بيعملوا نفسهم ما بيعرفوش حاجة، وشوية يطلعوا يناموا. ولما بتصحى سيمون علشان تشرب مية بتسمع الست بتقول لزوجها إن سيمون ومارتن مطابقين تماماً للوصف اللي قالوا لهم عليه الجنود، وبتقول له إنهم لازم يبلغوهم حالاً بوجود سيمون ومارتن عندهم. فبتترعب سيمون وبتجري على مارتن تصحيه لكنه مش بيرضى يصحى. ولما بترجع ناحية المطبخ تاني بتشوفها الست وبتقف قصادها، بس وقبل ما الست تمسك السلاح اللي موجود على الترابيزة بتمسكه سيمون وتهددها بيه. في اللحظة دي بيجي الزوج ويطلب من سيمون إنها تسيب السلاح، فبتقرب الست من سيمون أكتر، وهنا بتخاف سيمون منها وتضرب عليها النار وتموت. ولما يشوف الزوج ده بيتجنن وكان خلاص هيضرب نار على سيمون، لكن بيوصل مارتن في اللحظة الأخيرة ويضربه بالنار في رجله ويجري مع سيمون فورا برا المكان. وبنرجع للمقر مع في اللي بتكلم سارة في أوضتها المعقمة وبتطمن عن حالتها الصحية بعد موت أخوها. وهنا بنرجع بالزمن مع سارة اللي بتكون مع باباها ومامتها وأخوها جايكوب، وهم بيتجهزوا علشان يمشوا من المدينة لأن الحكومة كانت بدخل المدينة من السكان. وفي أثناء الكشف الطبي بينجح الأب والأم في الاختبار وبيدوهم الموافقة إنهم يخرجوا برا المدينة، وأما سارة وبسبب حالتها الصحية ما بتقدرش تعدي من الاختبار الصحي ده، وبالتالي ممنوع تخرج برا المدينة وهيخلوها مع أي مريض هنا في الحجر الصحي. واللي يحرق الدم إن أبوها بدل ما يتمسك بيها وما يرضاش يروح بدونها هي وأخوها بياخد ماماها ويسيبها،
وهنا بيقرر جايكوب أخوه يضحي ويفضل مع أخته ويوعدها إنه ما يسيبهاش، ويلاقوا علاج ويخرجوا مع بعض من المكان ده. وبنرجع لسيمون ومارتن اللي قدروا يوصلوا البيت أهل سيمون، لكنهم بيلاحظوا إن في مجموعة من الجنود بيراقبوا البيت، فبيقترح مارتن إنها تدخل البيت من الباب الخلفي وهو هيشتت انتباه الجنود. وبالفعل بتقدر تدخل البيت وتبدأ فورا تدور على لابتوب أبوها، وشوية بتلاقيه بالفعل. في الأثناء دي بيكون مارتن برا البيت بيضرب نار على الجنود علشان يشتتهم ويخليهم يبعدوا عن البيت، لكن وبعد ما خلصت الطلقات من سلاحه قدروا يقبضوا عليه. في اللحظة دي بتكون الضابط كيرا بتراقب سيمون من بعيد ومصوبة عليها قناصة، ومع إنهم ادوها الأوامر بقتل سيمون إلا أن كيرا ما قدرتش. وأما مارتن فبيفكر بذكاء بعد ما حطوه في العربية وبيطلع أزازة كحول معاه، وبيطلب من واحد من الجنود يولع له سجارة، وأول ما يولعها له بيرمي مارتن الكحول عليه ويولع فيه ويهرب. وشوية بيقابل سيمون بعد ما قدرت تخرج من البيت، ولما يحاول الجنود تحديد مكان مارتن وسيمون عن طريق الدرون بتأمرهم كيرا إنهم يسيبوهم وما يدوروش عليهم. وأخيرا بيرجع مارتن وسيمون للمقر، وفورا بتبدأ سيمون تدور على الملف الخاص بالفيروس على لابتوب أبوها. وأما باتريك فبيكون قاعد في الدور اللي تحته كان بيستكشف فيه إيه لسه موجود في المكان ده، وبالفعل بيقدر يلاقي حاجة شكلها غريب ويحاول يجربها. في الأثناء دي بتروح سارة لأوضة راسموس وبتطلع سكين وتقوله يقتلها زي ما قتل أخوها، وهنا بيطلب راسموس منها تبعد عنه وتمشي حالا، وده لأنه بدأ يحس بحاجة غريبة هتحصل بيه. وبالفعل كان بيترعش وعروقه بتظهر ولونها أسود من الفيروس اللي مالي دمه، وبيبدأ الفيروس ينتشر بشكل هستيري في المكان كله، وراسموس المسكين مش قادر يعمل حاجة ولا قادر يسيطر على نفسه. وكل ما ده كان الفيروس بينتشر أكتر في كل المكان، ولما بتشوف سارة بتجري بسرعة وتهرب منه. ومن الناحية التانية بتكون سيمون لسه بتدور على ملف الفيروس على اللابتوب، وأخيرا وبعد وقت بتلاقيه وبتفرح فيه جدا، وتقول لها إنه والفريق بيدوروا على الملف ده من أكتر من 6 سنين. بس من خلال كاميرا اللابتوب بنكتشف إن ستين وفريقه شايفينهم وبيراقبوهم. وبنرجع بالذاكرة مع في لما كانت في سهرة مع خطيبها، وكان من الموجودين اللي بيشاوروا عليها ويقولوا قد إيه كانت متفوقة في دراستها من صغرها. لكن وهي راجعة مع خطيبها بيعملوا حادثة بالعربية وخطيبها يموت، وهي بتتصاب بكسور خطيرة في الحوض، والدكتورة بتقول لها إنها مش هتقدر تخلف أبداً، وإن من حسن حظها إنها فضلت عايشة أصلاً. وبنرجع للوقت الحالي في المقر مع في اللي بتدرس وتحلل طبيعة الفيروس، وتقول لسيمون إن الفيروس ده غريب لأنه بيتحول وبيتطور لأشكال مختلفة. وفوراً تروح سيمون وتشوف الفيروس ده تحت الميكروسكوب، وبتكون متفاجئة من شكله جداً. وكمان في بتقول لها إن الفيروس بيبقى أشد خطورة بعد ما بيتحول، وبتقول لها إنهم لازم يستعينوا براسموس علشان يقدروا يتابعوا تحول الفيروس ده. فبتستأذن سيمون من في لو كانت تقدر تاخد راسموس من غرفة العمليات لغرفة تانية تكون مريحة ليه أكتر، وبتوافق دي، لكنها فجأة بتحس إنها تعبانة وبتجري على الحمام وبترجع. فبتاخد سيمون راسموس لأوضة تانية وبتقوله إنها هي وفي هيبذلوا أقصى جهدهم علشان يلاقوله علاج من الفيروس ده. ولما بتخرج من الأوضة وهي بتقفل الباب، راسموس بيحجز الباب بسرعة من إنه يتقفل. وبعد ما بتمشي سيمون بيخرج راسموس من الأوضة ويفضل يمشي في المقر. بعدها بنشوف سيمون ومارتن بيتكلموا، وبيجي باتريك وبيطلب من مارتن إنه يروح معاه الأوضة السرية اللي لقاها في الدور اللي تحت علشان يوريله السلاح والمعدات المتطورة اللي لقاها، وبيحاول يشرح له ازاي السلاح ده بيشتغل، لكن بتكون بطاريته خلصت. بعدها بنشوف كيرا في مقر الجيش وبتكون بتتكلم مع واحد اسمه دينيس، وبنعرف ان دينيس ده كان في الجيش ولكن تم عزله وحبسه، وبكون واضح على كيرا انها تعرفه كويس جدا، وبتعرفه ان شركة ابولون اكتشفوا مكان مقرهم. وبنكتشف ان كيرا ودينيس ليهم علاقة بالمجموعة اللي كانت شغالة ضد شركة ابولون قبل كده، فبتقول له كيرا انه لازم يرجع للقاعدة ويجيب كل الادلة اللي بتثبت تورطهم، ومنها المعدات والسلاح والميموري كارد اللي عليها الفيديوهات. وبنشوف كيرا وهي بتهرب دينيس من السجن بعد ما تعمدت تضرب وخرجته من السجن بحجة انها تنقله للعيادة. في الاثناء دي جين وليا بيكونوا قاعدين بيتكلموا لما بيشوفوا صندوق اسود متعلق في باراشوت ونزل جنبهم. واول ما ليا بتدوس على الزرار اللي في الصندوق بيظهر ستين رئيس شركة ابولون في شكل هولوجرام ثلاثي الابعاد، وبيطلب منهم يسلموا راسموس لشركة ابولون في خلال 24 ساعة، والا هيكون مصيرهم القتل. وطبعا جين وليا بيكونوا خايفين جدا، وفورا بيعرضوا الرسالة على باقي المجموعة، وجين بيسأل سيمون عن خطورة راسموس عليهم، لكن سيمون علشان خايفة على أخوها بتكذب وتقول لهم إن راسموس مش خطر وإنه هيقدر يتحكم في الفيروس اللي جواه وما يقلقوش خالص.
ولكن جين بيكون خايف جدا من بعد رسالة ستين دي، وبيقترح على ليا انهم يهربوا من المكان ويبدأوا حياة جديدة، بس ليا بترفض وتقوله انهم لازم يفضلوا مع المجموعة كلهم سوا ويساعدوا بعض. في الاثناء دي بيروح راسموس لسارة ويطلب منها تحكي له ايه اللي حصل يوم العملية معاه وازاي كل العلماء اللي كانوا معاه ماتوا. في الاول سارة بترفض تقوله اي حاجة، بس راسموس بيحكي لها شوية عن حياته ويقول لها انه فضل في المخبأ 6 سنين وكانت حياته صعبة، فبيصعب عليها وبتوافق تحكي له اللي حصل. في الاثناء دي بتعرف كيرا دينيس ازاي هيدخل المقر من مدخل سري وما يخرجش الا وكل الادلة اللي ضدهم جايبها معاه. وجوه المختبر بتكون سيمون بتعمل فحوصات واختبارات لعينات من دم راسموس على امل انها توصل لاي نتيجه، لكنها مش بتوصل لاي حاجه. وهنا بيدخل مارتن ويسالها ليه بتشتغل لوحدها، فبتقول له ان مفيش وقت ولازم توصل لنتيجه. واما في فبتكون فرحانه وقلقانه بنفس الوقت لانها اكتشفت انها حامل، مع ان الدكتور قبل كده كانت قايله لها انها مش هتحمل ابدا بعد الحادثه اللي حصلت معاها. في الاثناء دي كان باتريك بيوري مارتن على السلاح الكهرومغناطيسي اللي لقاه، لكنه بيرجع للاوضه السريه علشان يغير بطارية السلاح. في نفس الوقت اللي بيكون فيه دينيس دخل المقر وبيبدأ يدور على السلاح الكهرومغناطيسي وباقي الأدلة، لكنه مش بيلاقي السلاح، فبياخد الميموري كاردز وبيكون ماشي خلاص. بس باتريك بيلاحظ وجوده ودينيس بيحاول يهرب، لكن باتريك بيلحقوا يضربوا بعض، ودينيس ياخد السلاح من باتريك ويكون خلاص هيضرب عليه، لكن الباب المنيع اللي ما بينهم بيتقفل، فبيدوس باتريك على الزرار علشان يفتح الباب، لكن الزرار ده بيشغل صوت يخلي اي حد يسمعه يغمى عليه، وده فعلا اللي بيحصل. وبنرجع لسيمون وفي اللي بتاخد عينه دم من راسموس وتحقنها في فأر تجارب، مفيش لحظات وتبدا اعراض الاصابه والفيروس ينتشر ويخرج من الفار زي ما حصل مع راسموس بالظبط، وفورا بتلحق سيمون وفي نفسهم ويخرجوا مرعوبين. في الاثناء دي كان راسموس واقف مع ساره بره بيتكلموا مع بعض بهدف انهم يعرفوا ازاي لما بيحزن او بيتعصب راسموس بيخرج الفيروس ده من جسمه وينتشر ويقتل اي حد حواليه، وازاي كمان ممكن يقدروا يخلوا راسموس يتحكم بالفيروس ده سيطر على نفسه ويمنعه ما يأذيش حد. فبيسمع جين صوتهم وبص فيتصدم لما يشوف ازاي الفيروس بيخرج وينتشر من جسم راسموس بشكل مرعب، فبينادي جين على المجموعة فورا علشان يشوفوا اللي بيحصل ده، ويجوا كلهم ما عدا باتريك، وبيترعبوا لما بيشوفوا الحالة اللي راسموس فيها، وبيلوموا سيمون انها كذبت عليهم بخصوص ان راسموس مش خطر، وعلشان ما تتأثرش سارة بالجو الملوث ده بتدخلها في جوه فورا. بعدها بيسأل مارتن في عن إمكانية علاج راسموس، ولما بتقوله إنها لغاية دلوقتي مش قادرة توصل لعلاج لحالة راسموس، بيقرر مارتن خلاص يسلم راسموس لأبونه. وبعد اللي حصل ده بتقرر ليا إنها تمشي من المكان مع جين زي ما اقترح عليها قبل كده. في الأثناء دي بتحاول سيمون جهدها وهي مرعوبة تعمل اختبار لعينات دم راسموس على أمل إنها توصل لأي نتيجة للعلاج، لكن مارتن بيقفل عليها الباب ويحبسها علشان ما تمنعهمش من تسليم راسموس لأبونه، لأن مارتن كان عاوز يحميها هي كمان. وأثناء ما المجموعة بتخطط لتسليم راسموس لأبولون بتروح سارة راسموس وتعرفوا على اللي ناويين يعملوه، وبيهربوا هما الاتنين من المكان كله ويروحوا الغابة. وبعد ما المجموعة بيكتشفوا هروب راسموس وسارة بتخرج سيمون فورا تدور على أخوها، وبيوقفها مارتن يقول لها إنه هيساعدها ويدور معاها، وبترفض في الأول لكن بتوافق بعدها، وبتيجي معاهم في كمان علشان سارة. في الأثناء دي بيكون راسموس متضايق جدا من سيمون لأنه افتكر إنها اتفقت مع المجموعة إنها تسلموا لأبولون، فبيتعصب أكتر وبيبدأ الفيروس يخرج من جسمه ويتصاب كل الزرع اللي حواليه، لكنه بيهدى بعد كده ويكمل مع سارة ومصمم ما يرجعش تاني. في الوقت ده بيكون باتريك صحي بعد ما اغمى عليه جوه في الدور اللي تحت في المقر، ولما بص على دينيس لقى ما بيتحركش خالص وكأنه مات، فبيحاول يفتح الباب المنيع ده لكنه مش بيقدر، لغاية ما ياخد قطعة حديد ويحاول يرفع بيها الباب من تحت، وبالعافية يقدر يعدي من تحته ويروح يفتش في شنطة دينيس ويشوف الميموري كاردز. في الأثناء دي كانوا سيمون ومارتن وفي في الغابة لسه بيدوروا على سارة وراسموس، وبتلاحظ سيمون إن في شجر مصاب بالفيروس على طول الطريق من جهة واحدة، فبتستغرب وتكمل المشي. وأما راسموس وسارة فكانوا وصلوا للمدينة ودخلوا محل كوافير مهجور، وعلشان يفكوا عن نفسهم شوية بتحط سارة راسموس مكياج ويهزروا ويضحكوا، بس راسموس بياخد باله من أكم جندي عمالين يفتشوا المنطقة وفورا بيستخبى مع سارة منهم. وأما مارتن وفي وسيمون فبيكونوا متابعين تحركات الجنود من بعيد، وشوية ويقدر راسموس يهرب مع سارة من الباب الخلفي للمكان. ولما بيوصل مارتن وسيمون وفي لمحل كوافير بتلاحظ فيه علامات سودة في المكان، وهنا بس بيتأكدوا إن راسموس وسارة كانوا هنا، فبيروح مارتن ناحية الباب الخلفي وفجأة بيظهر كلاوس اللي هو زوج الست اللي قتلتها سيمون علشان كانت عاوزة تبلغ عنهم، فبيرفع كلاوس السلاح وبيهدد مارتن وبيرجع بيه لجوه المحل
وبيربطهم كلهم ويهددهم بالقتل لو ما سلمهوش راسموس علشان يسلمه هو كمان لأبولون. وهنا بيهدي مارتن ويقول له احنا بالفعل كمان بندور على راسموس وعاوزين نسلمه لأبولون. وبرغم صريخ سيمون على مارتن انه ما يقولوش ولا يدور معاه وينسى خالص فكرة تسليم راسموس لأبولون، الا ان كلاوس ولما بيسمع كده بيفك مارتن وبياخده معاه علشان يروحوا يدوروا على راسموس ويسيب وراهم في وسيمون مربوطين. وبنرجع للمقر مع باتريك اللي بيلاقي كاميرا فيديو يشغل عليها الميموري كاردز اللي لقاهم في شنطة دينيس، وبيبدأ يشوف الفيديوز واحد ورا التاني وكلهم بيكونوا بيعرضوا ناس بيحققوا مع ناس وناس بتتعذب وناس بتتقتل. وبنرجع لسارة اللي بتكون مش قادرة تاخد نفسها بسبب مرضها وكمان لأنها مشيت مع راسموس مسافة طويلة، فبيقول لها راسموس إنهم لازم يرتاحوا شوية في كوخ كان جنبهم. في الأثناء دي كانت في بتزق مرايا مكسورة ناحية سيمون علشان تحاول بيها تفك نفسها. وفي المقر بيكون في مجموعة من الجنود بيحاولوا يدخلوا المكان وبتشوفهم ليا وبتجري بسرعة تبلغ جين، ولحسن حظهم بيلاقوا باتريك فبياخدهم للناحية التانية اللي اتحجز فيها قبل كده. ولما الجنود يشوفوهم يحاولوا يقبضوا عليهم لكنهم مش بيقدروا يوصلوا لهم بسبب الباب اللي عامل زي الحاجز واللي فصل ما بينهم، فبيطلب باتريك من ليا وجين يسدوا ودانهم وفورا يشغل نفس الصوت اللي شغله لدينيس فبيقع الجنود على الأرض. وبنرجع لراسموس وسارة بعد ما وصلوا الملاهي وهم بيمشوا في المكان بيسمع راسموس صوت سيمون من بعيد وهي بتنادي عليه، فبيقول لسارة لكنها بتقول له ما يردش لأنها عايزة تستمتع في اليوم الوحيد اللي قدرت تخرج بيه معاه وهم مش محجوزين، وبتقول له إنها عايزة تطلع على أعلى لعبة في الملاهي علشان تستمتع بالمنظر من فوق ولأنها طول عمرها كانت بتحلم تجي الملاهي دي. وأثناء ما سيمون كانت لسه بتنادي على راسموس بتلاقي كلاوس قصادها وموجه سلاحه عليها، لكن في بتوصل بالوقت المناسب وتوجه سلاحها عليه، ولما يبصلها بيستغل مارتن الفرصة وياخد منه سلاحه ويضربه بالنار ويموت. وهنا كانوا سارة وراسموس خلاص وصلوا لأعلى مكان في الملاهي، وسارة بتحكي لراسموس عن حياتها وإنها كانت محبوسة جوه أوضتها المعقمة بسبب مرضها المزمن، وبتقول له قد إيه فيهم شبه من بعض بسبب اللي عاشوه علشان راسموس كمان كان محبوس أكتر من 6 سنين. وأثناء ما هم بيتكلموا بيشوفهم مارتن وسيمون وفي ويطلبوا منهم ينزلوا حالا، ومجرد ما ينزلوا بتوصل كيرا وهي رفع مسدسها بتهددهم إنهم يسلموا راسموس، ولما بيرفضوا بتسحب سارة وتهددهم إنها تقتلها لو ما سلموهاش راسموس. وهنا بيتعصب راسموس ويبدأ يخرج الفيروس من جسمه بشكل مرعب، فبتترعب كيرا من المنظر ده وبتهرب. وبعدها يقضوا ليلتهم في الغابة، وبتكلم سيمون مارتن وتقول له إنها بسبب اللي عمله بإنه كان عاوز يسلم راسموس لأبولون هي خلاص مش هتقدر تكمل في علاقتهم أكتر من كده وهتنهي صداقتهم مع بعض، وده اللي بيضايق مارتن جدا ويسيب المكان ويمشي. وتاني يوم بتطمن سيمون راسموس وتقول له إنه هو الشخص الوحيد اللي بيهمها أمره في الدنيا دي كلها، فإزاي يفتكر إنها ممكن تفكر تسلمه لأبولون، وبتقول له إنهم لازم يفضلوا مع بعض وإنها تعمل المستحيل علشان تلاقي علاج. وبعد ما بيرجع مارتن للمقر بيوري باتريك الفيديوهات اللي لقاها في الميموري كاردز، وفي واحد من الفيديوهات دي بيلاحظوا ان في مجموعه اشخاص بيتكلموا عن مكان ممكن يساعدهم في انهم يلاقوا علاج. ولما مارتن بيسمع الكلام ده بيقول لباتريك انهم لازم يلاقوا المكان ده لوحدهم وما يهتموش باي حد معاهم بعد كده، وده طبعا مش من قلبه لكن بسبب اللي قالته له سيمون. ونكمل مع راسموس وسارة وفي وسيمون اللي وبعد ما رجعوا للمقر بتقرر في وسيمون يرجعوا يشتغلوا تاني على انهم يلاقوا علاج لراسموس. وبعد ما بيدخل راسموس لقطه ويحاول ينام بيشوف نفسه هو صغير وبيترعب ويخاف اكتر لما راسموس الصغير يقول له يطلب من سيمون توقف البحث عن علاج، ويحاول راسموس يرجع ينام لكنه بيفتكر ابو وستين لما كانوا بيتكلموا عن قدراته وايه اللي ممكن برضه يعمله لما يكبر. واما سيمون فكانت بتعتذر لليا عن انها كذبت عليهم بخصوص حاله راسموس وتقول لها انهم لازم يفضلوا مع بعضهم، فبتسمح ليا وتقول لها ان باتريك ومارتن مشوا من المكان لوحدهم وسابونا خلاص. في الأثناء دي كان مارتن وباتريك رايحين المكان اللي سمعوا اسمه في الفيديو علشان يحاولوا يلاقوا علاج، وبرغم إن مفيش أي دليل في الطريق على وجود المكان ده إلا إنهم بيكملوا طريقهم على أمل إنهم يلاقوه. وفي المقر بتكون في بتفحص عينات من دم راسموس، وفجأة بتنادي على سيمون وهي فرحانة ومش مصدقة إنها أخيرا قدرت توصل لتركيبة الفيروس ده وبالتالي أكيد هتعرف تلاقي له علاج. فبتفرح سيمون بس بتقول لها إنها خايفة من التجربة وإنهم لو فشلوا في العلاج ده ممكن راسموس يروح فيها، لكن في بتطمنها وتقول لها احنا هنعمل اللي علينا ولازم نحاول وناخد فرصتنا في علاج راسموس. فبتحضر في محلول مضاد للفيروس اللي في جسم راسموس وبتراجع الخطوات الاخيره على التركيبه. في الاثناء دي راسموس بيروح لساره اوضتها ويقول لها انه عاوز يشفى من الفيروس ده علشان يبقى معاها، وبيقعد يحكي لها انه شاف نفسه وهو صغير اكتر من مره، وراسموس الصغير بيطلب منه يبطل يدور على علاج لحالته
الأمر اللي خلاه خايف ومرعوب جدا، فبتقول له سارة يبقى لازم يسمع الكلام ويحاول يتعايش مع حالته وينسى أمر العلاج ده خالص. ونرجع لمارتن وباتريك اللي مكملين طريقهم، بس بيشوفوا مجموعة من الجنود بياخدوا بنتين وبيجمعوا البنتين دول مع ناس كتير متجمعين. وستين بيقول لهم إن راسموس ده هو الوحيد اللي هيقدر يساعدهم في علاج الفيروس، وبكده هيقدروا يخلصوا من الوضع اللي هم فيه. ويقول لهم إن اللي هيجيب راسموس أو يدي أي معلومات عنه هيديه حريته ويسيبه يخرج بره منطقة الحجر صحي. في الأثناء دي باتريك ومارتن كانوا وصلوا الغابة، وواضح إن الفيروس منتشر فيها كلها لأن الشجر كله مصاب بيه، وده اللي بيخليهم يغيروا طريقهم لاتجاه تاني. وبنرجع لراسموس اللي بيكون مشوش ومتوتر وهيتجنن بسبب الهلاوس اللي بيشوفها كل شوية، فبيجري بسرعة على المختبر علشان يحقن نفسه بالتركيبة اللي لسه كانت فيه بتجربها وتجهزها. بس سيمون بتلحقه في آخر لحظة وتهديه وترجعه القطة، لكن الهلاوس بتزيد أكتر عنده وبيفضل يسمع أصوات في راسه، وبيرجع يجري على المختبر مرة تانية ويمسك التركيبة ويحقنها في نفسه ويقع على الأرض ويبدأ يزحف ناحية الباب علشان يستنجد بسيمون أخته. في الأثناء دي بيوصل باتريك ومارتن لمبنى كبير، ولما بيدخلوه بيتفاجئوا من اللي بيشوفوه، لأن المبنى ده بيكون عبارة عن مختبر تجريبي تم تصميم الفيروس فيه. وفجأة بيسمعوا صوت حد بيتكلم من بعيد، فبيلحقوا الصوت ويدخلوا أوضة وبيتصدموا ويترعبوا من منظر واحد على السرير، الفيروس واكل النص اللي تحت من جسمه كامل. وبيلاحظ باتريك وشم على إيد الشخص ده شبه اللي شافه قبل كده على باب الأوضة السرية في المقر، واللي خد منها السلاح الكهرومغناطيسي. وهنا بيدخل عليهم راجل متوتر وخايف ومش بيهتم بوجودهم اصلا، ومع انهم بيسالوا ايه اللي بيحصل الا انه بيروح يحقن محلول في الشخص اللي على السرير. ومارتن يحاول يوقفه لكنه مش بيرد على حد، ويقول لهم انه لازم يشوف النتيجه وان الحقنه دي هتتفاعل بعد دقيقه و53 ثانيه، ويا اما هيلاقي علاج وبكده الشخص ده هيتعافى ويمشي، يا اما النتيجه انهم هيموتوا كلهم معاه. فبيتجنن مارتن وباتريك ويزعقوا عليه ويحاولوا يكسروا باب الاوضه لكنهم بيفشلوا. بس في الثواني الاخيره بيجبر مارتن الدكتور على فتح الباب ببصمة ايده، وبمجرد ما بيخرجوا بثواني بينفجر الشخص اللي جوه الأوضة والفيروس واشلاء الجسم تملى المكان. فبيتعصب باتريك ويسأل الدكتور انت عملت ايه، فبيقول له انه كل تجاربه فشلت وانه مش عارف يلاقي اي طريقة لعلاج الفيروس ده، وبيطلب من مارتن يقتله علشان يخلص من حياته البائسة دي. لكن مارتن وباتريك بيجروا يهربوا من المكان كله. وبعد ما بيخرجوا يقرر مارتن انه لازم يرجع المقر تاني ويعرف المجموعة عن شدة خطورة علاج راسموس وانه ممكن يؤدي لنتائج زي اللي شافوها دي. وفي المقر بتكون في جهزة كل حاجة لتجربة علاج راسموس، وسيمون كانت بتحط له حبوب منومة في الأكل علشان يقدر يعملوا له العملية، وهي عملت كده علشان راسموس كان غير رأيه ورفض يجرب أي محاولة للعلاج، وده بعد ما أقنعته سارة بكده. وبعد ما بياكل راسموس بيظهر مفعول المنوم عليه وبيقع على الأرض، وبسرعة سيمون وفي يحطوه على سرير المختبر ويتجهزوا للتجربة. بس هنا كان راسموس بدأ يصحى وبدأ يصرخ ويزعق على في وسيمون إنهم يسيبوه، لكنهم كملوا. ولما كانوا خلاص هيحقنوه بيكسر راسموس الحزام اللي كان متثبت بيه على السرير، وبيبدأ الفيروس ينتشر جوه الأوضة بسرعة كبيرة وبشكل مرعب، وسيمون مش قادرة توقف اللي بيحصل ده وتكمل تجربة العلاج مع راسموس. وهنا ليا المسكينة تقرر تضحي بنفسها وتشتت انتباه راسموس عشان سيمون تعرف تدي راسموس حقنة التجربة العلاجية، وبالفعل بيدخل الفيروس بليا وبتموت. فبيعيط جين وبيتجنن ويقرر ينتقم من راسموس. وأما سيمون فقلبها بيتقطع على موت ليا اللي ضحت بنفسها علشان تحميها وتحمي أخوها، وأما جين فبقى متدمر تماما وخلاص كل الحياة بعد موت ليا ما بقتش تعني له حاجة. ولكن وعلشان موت ليا ما يروحش هدر قدرت سيمون تدي الحقنة لراسموس. في الأثناء دي كان مارتن وباتريك راجعين للمقر، بس باتريك بيتكعبل في جزع شجرة وبيقع على الأرض، ومارتن بيضمد له جرحه ويكملوا طريقهم. بس وبسبب بطء حركة باتريك بعد ما اتجرحت رجله بيتفاجئوا بدرام بيرصدهم، ولحظات كانوا الجنود حاوطوهم. في نفس الوقت اللي بتكون سيمون وفي داخلين يطمنوا على راسموس، وراسموس مش فاكر أي حاجة وبيسألهم عن اللي حصل، فبتقول له في إن ليا حاولت تحميه وتحمي سيمون وماتت بسبب الفيروس اللي خرج وانتشر بشكل جنوني منه. والكلام ده بيأثر على راسموس جدا ويبدأ يلوم نفسه لأنه كان سبب في موت ليا المسكينة وموت العلماء من قبلها قبل كده. فبيجري بره الأوضة ويقعد لوحده يعيط وهو كاره نفسه ومش مصدق إنه بقى خطر مهلك على أي حد يقرب منه. وأما جين فبيكون قاعد جنب قبر ليا وعمال يعيط وحقده على راسموس مالي قلبه. وبنرجع لمارتن وباتريك اللي الجنود خدوهم لستين اللي جند كل الناس اللي فضلت في الحجر الصحي علشان يجيبوا له راسموس، وبيقول لمارتن وباتريك انهم استحاله يلاقوا علاج لراسموس مهما حاولوا، وانه عاوز راسموس علشان بيخطط لدراسه حالته وعشان ما فيش علاج زي ما قال لهم. هو هيقدر يساعد الناس انهم يتعايشوا مع الفيروس ده، لا
لأن علماء أبورنو لغاية دلوقت ما عندهمش القدرة على إيقاف الفيروس ده بعد ما اخترعوه، والكلام ده بيصدم مارتن وباتريك وبيحبط كل خططهم بأنهم يلاقوا علاج للفيروس. وهنا كان ستين أمر بقتلهم، لكن كيرا ما بتقتلهمش وبتخليهم يرجعوا للمقر علشان يحاولوا يلاقوا علاج للفيروس، وبتقول لهم إنها محتاجة اللقاح وعايزة راسمس علشان تلاقي علاج للفيروس ده. علشان كمان وزي ما هتعرفوا كمان شوية، كيرا مش مع أبولون ولكنها منتظرة الفرصة المناسبة علشان تقتل ستين وتلاقي علاج للفيروس. وهنا بنرجع بالذاكرة مع كيرا ومامتها وهم بيجروا في الغابة من الجنود، ولما الجنود يحصروهم بتحاول الأم تحمي بنتها وتضحي بنفسها وتفهم بنتها إنها لازم تموت هي علشان كيرا تكمل وتلاقي علاج وتحاول تنقذ الناس، وبتقول لها إنها لازم تكسب ثقة الجنود وستين وده بإنها تقتلها. وطبعا كيرا مستحيل توافق، بس مامتها بتترجاها وتمسك المسدس وإيدها على إيد كيرا وهي بنفسها تقتل نفسها، والجنود اللي محوطينهم من بعيد بالفعل بيفتكروا إن كيرا هي اللي قتلتها، والمسكينة كيرا مصدومة ومش مصدقة اللي حصل ده، فبتستسلم للجنود اللي فورا بيقبضوا عليها وياخدوها مركز أبولون الرئيسي. وبنرجع للوقت الحاضر مع في اللي بتلاحظ تقدم في حالة راسمس وبتعمل تحليل لعين الدم جديدة أخدتها منه بعد حقنه، وأخيرا بالفعل ما بتلاقيش فيروس وتفرح سيمون وتقول لها إن راسمس خلاص اتعافى من الفيروس ده، وبيحضن بعض ومش مصدقين إنهم أخيرا وصلوا العلاج. في الوقت ده البنتين اللي الجنود كانوا جابوهم لتجمع الناس وسمعوا كلام ستين وبدأوا فورا يدوروا على راسمس، شافوا جين برا المقر وتحت تهديد السلاح طلبوا منه يدلهم على مكان راسمس، لكن المفاجأة لما جين بيقول لهم مش محتاجة تهديد وسلاح وعلى طول بيدلهم على مكان راسمس لأنه عايز ينتقم لموت ليا. في الأثناء دي كان راسمس مع سارة وكانوا البنتين قدروا يوصلوا لهم وحصروهم وياخدوهم لحد باب الخروج من المقر ويجبروا راسمس يفتح الباب، بس سارة بتمثل إنها خايفة منه وبتقول لهم اهربوا بسرعة انتوا مش عارفين ده ممكن يعمل ايه، ده الفيروس بحد ذاته. وبالفعل بيمشي راسمس مع التمثيلية اللي عملتها سارة وبيتظاهر انه هتجيله الحالة اللي بيها هينشر الفيروس في المكان كله ويقتل كل الموجودين بيه، وهنا البنتين بيترعبوا ويسيبوا المكان كله ويهربوا. في الأثناء دي كانت سيمون بتدور على راسمس، ولما بتقابل جين وتسأله لو شاف راسمس بيقول لها انه دلهم على مكانه وهم هيعرفوا يتصرفوا معاه اكيد وكده هيخلصوا العالم منه ومن شره. ولما سيمون بتسمع كده بتجري زي المفجوعه تطلب من فيت تساعدها تلاقي راسمس، وشويه وبالفعل يلاقوه وتقول له سيمون انه خلاص بقى معافى تماما ويفرحوا كلهم بالخبر ده. وبتقول سيمون للمجموعه انهم لازم يمشوا بكره من هنا لان الجنود اكيد هيرجعوا ويدوروا على راسمس في المكان ده، لكن للاسف كان فات الاوان لان طيارات الدرون كانت بقت فوق مبنى المقر بتاعهم. ولما كيرا وباتريك ومارتن يشوفوا ان المقر اتحاصر خلاص من اتباع أبولون بتاخدهم كيرا للمدخل السري للمقر وبتدي باتريك مسدس وتقول له يستنى هنا، وتدخل هي ومارتن جوه المقر. وبعد شويه من دخول كيرا ومارتن للمقر بيلاحظوا ان في حد بيراقبهم، وبيعرف مارتن انه جين من صوته لما يقول لهم خليكم مكانكم ما تتحركوش، وعلشان كيرا حافظه المكان كله بتقول لمارتن ان جين اكيد موجود في اوضه التحكم وبيراقبهم من خلال كاميرات المراقبه. وهنا جين بيبدأ يتكلم مع مارتن ويقول له إن راسمس ده هو اللي تسبب في موت ليا، بس مارتن كان بيعاتبه على اللي بيعمله ده، وطبعا جين كان ما بقاش فرق معاه أي حاجة وبيطلب من مارتن وكيرا يجيبوا له راسمس حالا. في الوقت ده فيو سيمون كانوا بيوزعوا بدل على بقية المجموعة تقدر تخفيهم عن طائرات الدرون وبكده مش هتعرف تحدد أماكنهم. وأثناء ما هم بيخرجوا بيوصل مارتن ويقول لهم ما يخرجوش ويحكي لهم عن اللي بيعمله جين، ويروح مارتن مع المجموعة لغرفة التحكم ويشوفوا كيرا وهي بتحاول تهدي جين، ويحاول مارتن كمان يتكلم مع جين لوحده. ولما جين يشوف راسمس معاهم بيضرب الزرار اللي كان استخدمه باتريك قبل كده مع الجنود، ومباشرة بيطلع الصوت اللي بيأثر على أي حد بيسمعه لدرجة إنه ممكن يفقدوا وعيه أو حتى يقتله. ومباشرة كانت المجموعة غطوا ودنهم وحاولت كيرا تضرب النار على جهاز الإنذار لكنها مش بتقدر. وأما جين فكان مش في وعيه خالص وبيشوف اللي بيحصل من خلال كاميرات المراقبة، لكنه بيتصدم لما ليا بتظهر على شاشة من الشاشات وتشاور له إنه يبطل الجنان اللي بيعمله ده ويرجع مع المجموعة زي ما كانوا دايما مع بعضهم. وهنا بس بيعيط جين ويحس بالغلط والدمار اللي تسبب فيه لأصحابه وفورا بيقفل زرار الإنذار، بس وأثناء محاولتهم يهربوا الجنود بيرصدوهم ويبدأوا إطلاق النار عليهم، وبصعوبة بتقدر كيرا تتخلص منهم لكن للأسف بعد فوات الأوان لأن سارة كانت اتصابت برصاصة في بطنها، وبيجري راسمس عليها وقلبه بيتقطع وبتقول له سارة إنها مش هتعيش.
فبيحضنها راسموس وبتموت سارة ما بين ايديه. وهنا كان راسموس خلاص اتجنن والفيروس بدأ ينتشر منه ويتوجه للجنود اللي ماتوا فورا. وبعدها بيخرج راسموس برا المبنى وتجري سيمون توقفه وتترجاه يرجع للمقر، لكنه مش بيرضى فبتصوب عليه المسدس وقلبها بيتقطع، وترجع تترجاه يرجع فبيتصدم ان سيمون بتهدده ان لو ما رجعش هتضطر تقتله، وبيتعصب وبيبدأ يخرج منه الفيروس ويتحرك ناحية سيمون. ولما يشوف باتريك كده بيحاول يشتت انتباه راسموس، فبيحاول راسموس يقتل باتريك. وهنا ما كانش في حل قدام سيمون الا انها تضرب عليه النار وهي منهاره. وبعد ما بيوقع راسموس بيتفاجئوا انه ما ماتش والرصاص ما بيأثرش فيه ويقوم، وثواني بيرجع جسمه يتعافى ويعاتب سيمون انها ازاي قدرت تضرب عليه النار. وبعدها يسيبها ومقرر يسلم نفسه لستين وأبولو. وأما سارة وبعد ما غصب عنهم سابوها بسبب ملاحقة الجنود، وبعد ما خلاص المفروض ماتت، الصدمة لما منشوفها بترجع للحياة لكن مع تغير لون جلدها ودمها اللي تحول للون الأسود. وبكده يخلص الموسم الثاني، واستنونا في الموسم الثالث والأخير. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب مع تفعيل الجرس على خيار الكل لو حابين تستمتعوا معنا بكل جديد. سلام.